السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت واحد الوصفة بسيطة للعشاء اللي هي الروز بشوية الخضرة. نبدأ على بركة الله. كنحتاج عندي الروز أصفر، هذا هو أنا غسلته من قبل، وتنحتاج واحد شويه دجاج، قطع قطعتهم هكا صغار ديال الدجاج، وشي شويه كروفيت. كما كنحتاج شويه خضره مقطعه، فلفله خضراء، فلفله حمراء، شويه جلبانه، وعندي واحد الجزر مقطع حتى هو هكا طريفات صغار. تنحتاج واحد البصله كبيره محكوكه في الحكاكه. عندي هنا واحد شويه القزبر ومعدنوس مقطع، واحد جوج مطيشات كبار محكوكين في الحكاكه، ومعاهم واحد المعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. وفي العطريه تنحتاج شويه الخرقوم بلدي، البزار اللي هو الفلفل الاسود، سكنجبير، الملحه بحسب الذوق، وهنا عندي فلفله حمراء، والملح والزيت هما الاولين غادي نديرهم في الكوكوت. ناخذ هذا الكوكوت، هذا الروز انا تنسد عليه، نديرو يطيب في طنجره الدار. اولا غندير واحد شويه ديال الزيت المائده، وهاد جوج ورقات سيدنا موسى نخليهم تنديرو هنايا الكروفيت وقطع الدجاج. نضيف ليهم هاد البصله اللي محكوكه، هاد العطريه اللي ذكرت من قبل، كنضيف ليهم هاد المطيشه محكوكه مع مركز الطماطم. هنا عندي واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى مع هاد شويه القزبر ومعدنوس مقطع. صافي، هادو هما العناصر اللي غادي ندير في الاول. غنشعل على الطنجره وغنخلي هاد شويه الدجاج مع شويه كروفيت يتقلى مع هاد العطريه اللي درت الطماطيشه والبصله، ومن بعد غادي نضيف الخضر والروز. المهم نقلي هذا ونرجع معكم. العناصر ديالنا اللي درنا من قبل في الكوكوت هي هادي، هي كتشحر مع التحريك مره. دابا غنضيفوا ليها شويه الروز اللي غسلت من قبل وسقطرتو مزيان في شبيكه، نخليو هاد الروز تا هو يتقلى مزيان. طال مرة نحركو نخليوه يتقلى مزيان. قد ما تقلى هاد الروز قد ما تيجي لذيذ وزوين. انا مازال دابا مع الروز تنخليه يتشحر مزيان مع التحريك المستمر. دابا غادي نضيف ديك الخضر اللي ذكرت من قبل، اللي هي الجلبانه وفلفله حلوه حمراء وخضراء وخيزو، ثم غنضيفهم لهاد الروز ونخليهم تما يتشحروا شويه. غادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا داك الروز مع الخضره مع ديك العطريه، من بعد غاد نضيف الماء. الماء غادي نضيف الكميه ديال الروز مضاعفه على ثلاثه المرات. انا هنا
خديت كميه ديال الروز زلافه كبيره عامره، غنضيف عليها 3 زليف ديال الماء عامرين. كيف ما كتشوفوا 3 زليف ديال الماء غنضيفهم على الزلافه ديال الروز. الزلافه الاولى، الزلافه الثانيه، وغادي نضيف الزلافه الثالثه. هنا انا درت 3 زليف ديال الماء، غنخلط مزيان، وغادي نسد الطنجره ديالتي وغندير ليها الصفاره، ونخلي الروز ديالي مع الخضر حتى يطيب مزيان. نحسب ليه حتى تغلى الكوكوت وتصفر، ونقص البوطه مزيان نخليها مهيله باش ما يتحرقش ليا الروز. نسد الطنجره ديالي، هنا اخواتي من بعد ما طاب لي الروز ديالي طفيت عليه النار، جبت طنجره الضغط ديالي حطيتها في البطانيه، وغادي نغطيها مزيان بحال هكا، وغنخليها المده ديال واحد نصف ساعه هكا، ندفيها مزيان ونخليها جانبا مده ديال نصف ساعه، عاد غادي نقدم الروز. بقاو معايا حتى ندوز واحد نصف ساعه، وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال الروز اللي وجدت اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي وجدت معكم اليوم ديال الارز، نتمنى ينال اعجابكم وتجربوه. واحد العشاء اللي هو بسيط واقتصادي. كنقول لكم شكرا لكم على المشاهده، وشكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتخليو لي كتشجعوني. فرصة قادمة، إلى اللقاء.